بنا الى مدينة مراكش لنخلد ذكرى الشهيدين. ميلاد نخلد ذكرى ديال جوج الارواح اللي دابوا تحية مدينة مراكش. اليوم هي مناسبة نخلد فيها ذكرى الشهيدين ميلاد العمراوي وصاب الحلوي. هاد الشهيدين اللي هذاك بسيم الحقاوي وعبد الاله بن كيران حكومة ووصولهم الى سدة الحكم. على مر الايام ظل المكفوفين المعطلين في ترسم الاعتصام فوق سطح التنميه، وكنا نحن انذاك فوق سطح التنميه نطالب بحل جاد وجدري، وكانت النتائج بكل صراحه ذلك المعتصم دول المجاوره والعربيه وقبيل رقبه لقد شعارات الخاويه تسعد نهايه وزاره التضامن وقت